صافي ايوب بدا كيدارو به ما فهم والو. ايوب ساكن شي الدار باغي يضربو نطهرو هنايا. ساكنشوفو الخا غرسولو في وصولو في الطهر وي مباشره الخا. باش يكون عندك الولد كبير راه كبر الدار و20 سنه ويجي واحد اخر يغدرك ويدي لك من يدك راك تجي قاص. نقول له تينايا تقتل شي واحد يعيقت لك شي واحد وتينا كذا المصير ديالو الخا وقت الخال. كان جاي تنقول لك ولد الحومه ديالي والسلامه الخوات ديالي. بالنسبه كنا في كامبو الخوات ديالي جالسين هيدا كنتفرجوا باردي دوسينا كتعرف كوره لاعبين كدا شفناهم كيدابزوا شي ثلاث اسابيع ولا ديك المرحوم بوبي بوحديتو. واحد اللقطه مشينا كنفكوا الخوات ديالي جرينا ديك الجوجه بقى واحد خانه تنقول لك يجي للحومه والسلامه كيعمر في الحوم. كان واحد في واحد الوقت كان في الحومه ديالي هذيك الساعه الخوات ديالي شنقول لك مشينا كنجريو هيدا باش نشوفوا خانه كيفاش نفكوا الجرات. بقاو جارين لا بعطيتهم في واحد الكود ديال تما من عندي عندك حيت كنغوت الخوانا بيدي اللي واقف معاك عندك 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 تا كنشوفوا الخوا غرسولو في وصولو في الدار وي مباشره الخا. ديك الساعه طاح بقوري فكيناهم ديك الساعه خانا هو بحالو كيجري بقينا صابرين خانا تما الخوا تينا كتعد ما يتهوى ما كاينش اللي فوق الخا. عيط لابيناس عيط كدا هذيك ما كاين والو الخا بقينا كنعيطو مقدميه عيطنا هذا عيطنا هذا باش جات لابيناس هزات والخوا داتها هبطنا تقريبا نص الطريق الخوا باش باش جات لابيلس تكون في ديك الساعه بوري بقى كيرد الدم الخاوه ديالي صافي بقيت عاود نتابعو في التليفون عاود شي دراري كنعرفوهم في الطبيب تما كنعيطو عليهم كيفاش كيفاش قال لك صافي راه دام الامانه امانتو الخا. واش كان الطبيعه ديالو؟ الطبيعه ديالو لا عمر راسي لا بوري ماشي ولد المشاكل الخاوه درويش العايل تشوفو في الوجه ديالو دبانه ما يحركاش الخا هادشي اللي كاين. لا شهر دم مشاكل الخاوه هذاك بعدا اصلا شهر دم مشاكل ملي كيجي تما دائما دار طاقم ضعف الجيم ولا الشفره في الجيم اش هو ماشي ولد الحاو هذا هو المشكل فهمت. وتقسيم بالله هذا اللي كيهضر معاك ميرا انا كنقولها له الخاو نقول له تينايا تقتل شي واحد يعيقت لك شي واحد وتينا كذا المصير ديالو الخاو وقت الخال. حنا كنا كنتفرجوا هيدا في واحد الدوري هيدا في الحومه دابا جالسين مع بعضياتنا ايوب جالس فوقي وحنا جالسين تحت سا كنشوفوا الجوقه الجوقه ايوب كيدابز معاه هما كانوا شي اربعه الاشخاص هيدا عليه دافعين عليه زعما حمي صافي ايوب بدا كيدارو به ما فهم والو. ايوب ساكن شي الدار باغي يضربو نطهرو هنايا ضربو نطهرو العيل بقى نطيح هيدا الدم خرج له من ضخمو ما فهمنا والو. كنقولو له عاود بولانسي انا تعطلت باش تجي في هذيك الساعه وبقى المغرب نقول لك قسمه هي ربع ساعه المغرب ملي عاود جات بولانسي انا بعيده باش نهبطو ونطرق سيتادي دابا هو تضرب في كوديا فوقي وحنا عاد عبطنا الشانطي تاعي داسو بولونسي انا ملي كنسمعوا الخبر ديالو كيقول لك مات الله يرحم. الدراري اديه ماشي ماشي واحد اللي ادي وراه يومي ادي واد العيل عيامي ضرب تم ما عرفناش هذا مخزن زعما ما عرفناش شنو بغا دابا خصو هاد العيل هذا خصو يتعاقب بزاف ماشي هو ضرب زباق له ضرب وزباق له ضرب دائما مشاكل دائما مشاكل وعصب اصلا مع الحميه دابا هذا فحال لي عصاب دابا الدوري ينظم في وسط الحومه ديالهم وهذيك دابا هيدا كيادي منات كتكون جالس كيجي كيديك شي هضره ولا اديك ملوري ولا شي حاجه سا كتوقع دابا بنادم صايم ما كتجبر ما سمعش كتجبرو ناض معاه عاوتاني. وكنا عامل معنا عيفطر معنا بقى شي ربع ساعه المغرب كنا كنوجدو انا واحد الولد كنا كنوجدو الطابله بقى شي ربع ساعة كنصونيو عليه التليفون ديالو طافي تخلعنا عليه ما بغيناش يقولوا الوالدين ديالو باش ميدخلوش يقول نقدر يكون تعطل ولا ما شي حاجة بحال هادا شي كان مشى يشري واحد الماكينة د الحلاقة باش يحسن بها الدراري صافي. حنا قاسم حيت كنوجدو الطابلة وجا عندنا واحد العيسر قالنا بلي راه أيوب ضربو واحد خانة بوسن قلبو. حنا ملي دركنا نوضنا نمشي باش نمشيو نشوفوه داسو لابيلونس وصلنا محمد الخامس بقات سيدك شي ربع ساعة الأطباء كيخرجو عنا كيقول لنا غير دعيو مع الحالة ديالو خطيرة وديك الساعة صافي خرجنا عنا قالنا باركا فراسكو اللي عمر سلام أطيب خلق الله عمر شي واحد شاف العيب ديالو ولا شي واحد جا كيتشكى الوالدين ديالو العيب كان قيقي في العقلية ديالو بلي غير باللباس بلي براسو تحاسن كان كيتعلم الحلاقة طريف اللي عمر سلام بنادم ساخط كيبانو في الواشرة الخاوة كيأدو عباد الله وكيحرمو الوالدين مولادو.
الحاله ديالو لا حول ولا قوه الا بالله. باش يكون عندك الولد كبير وهو كبر الدار و20 سنه وانت كتربي فيه وانت كتكبرو، بس الله خير يجي واحد اخر يغدرك ويدي لك من يدك، راك تجي قاص. الله ياخذ فيهم الحق الخاوي، الله ياخذ فيهم الحق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.